هوايته تدريب الخيول، وهي أيضا مهنة له ولكثيرين غيره، لكن هذه المهنة لها أصول توارثها عن عائلته، حتى أن طريقة التدريب هنا مختلفة. فالهدف هو بناء جسم الحصان وشكله لإظهار جماله حتى يشارك في مسابقات جمال الخيول في العالم. احنا من صغرنا واحنا طلعنا لقينا الجدود والناس اللي هي يعني العيلة كلها في مجال الخيل. مفيش محافظة على مستوى الجمهورية بتعمل في مجال الخيول وتدريبها ورعايتها واهتمامها غير قرية دمو. ليست مهنته وحده، لكنها مهنة ما يقارب 800 شخص هنا في قرية دمو بمحافظة الفيوم التي تصنف أكبر واحة طبيعية في مصر. فتاريخ القرية مع هذه المهنة طويل، حتى أن كثيرا من مدربيها يلتحقون بالعمل في دول عربية. الخيل هنا لابد وأن يخضع لتدريبات متواصلة تعزز من فرصه في حصد جوائز مالية تصل قيمتها لعشرات الآلاف من الدولارات. أنا بعلم الحصان إزاي يلف شمال ويلف يمين، وبعد كده بعوده على الثبات في الأرض، يكون واقف إزاي، يعني لما أقول له ستوب يقف تمام مظبوط، رجل ورا، الاتنين اللي ورا، اليمين قدام والشمال ورا، والاتنين اللي قدام ثابتين جنب بعض. ببدأ أطلب منه الرقبة بشكل جمالي، يديني الرقبة بشكل جمالي بشكل هلال. معايير الجمال تختلف من خيل لآخر، فهي بالأساس تعتمد على حجم الرأس والجبهة العريضة ومدى اتساع العين. وكلما زادت قدرة الحصان على الثبات والثقة بالنفس، ازدادت فرصه في المنافسة مع آخرين. تتمتع هذه القرية بخصوصية جعلتها من أشهر قرى مصر في تدريب الخيول. من أيدي هؤلاء المدربين وهمساتهم وكلماتهم تنتقل هذه الخيول إلى العديد من مهرجانات جمال الخيل في العالم لتنال الاستحسان والجوائز في آن واحد. أيراد سكاي نيوز عربية، محافظة الفيوم.